أعضاء المحكمة العليا في تركيا الذين اتخذوا أمس هذا القرار الجريء بإرجاع كنيسة آيا صوفيا مسجدا كما كانت منذ سنة 1546 أظن. هؤلاء هم الذين صوتوا بالإجماع ضد هذا القرار عدة مرات في البت في الدعاوى التي رفعتها جهات شعبية ودعوية وسياسية من قبل للمطالبة بتصحيح الوضع في كنيسة آيا صوفيا. هم أنفسهم رفضوا قبل ذلك، هم أنفسهم صوتوا بالإجماع. ما الذي تغير؟ تغير الواقع، تغيرت مفردات الواقع، تغيرت معطيات الواقع. اليوم حزب علماني، ولو أنه حزب ضعيف ولكنه حزب علماني في تركيا، قدم منذ شهر طلب في البرلمان لتحويل كنيسة آيا صوفيا مرة أخرى من متحف إلى مسجد. والذي صوت ضد القرار هو فريق الأغلبية الذي يمثله حزب العدالة والتنمية. لماذا؟ إنها الواقعية، ليس خذلان المسجد ولا خذلان روح محمد الفاتح، وإنما الواقع. الواقع يقتضي أن يكون القرار قرار القضاء، وأن تكون مسؤولية الدولة ورئيس الدولة والتوقيع بالمصادقة على هذا القرار بمسميات الغرب الذي يتحدث عن الديمقراطية ويتحدث عن استقلال القضاء ويتحدث عن الفصل بين السلطات. ولو أن هذا القرار اتخذ من البرلمان أو اتخذ من مبنى الرئاسة الجمهورية، لا كان للغرب الحاقد والهائج والمستفز اليوم والمستطار والذي يعد لضربة لا قدر الله تأتي على أم رأس تركيا، لكان له مستمسك في أن يعاقب تركيا أكثر ويحاصر تركيا أكثر. أما والقرار قرار محكمة، قرار سلطة قضائية مستقلة، فشيء آخر. إذن الواقعية ليست هي الوقوعية. الواقعية أخذ الواقع بعين الاعتبار، وهذا نراه في القرآن، حتى في الناسخ والمنسوخ، حتى في المكي والمدني، حتى في أسباب النزول، نراه في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حين الوقوعية هو الارتهان إلى الواقع،